ما تزال نار الخلافات بين الأشقاء الجزائريين والمغاربة تتصاعد بين حين وآخر. فبعد سنوات طويلة من الخلافات التي طرقت أبواب السيادة والجغرافية إلى الخلافات التي اقتحمت المطبخين المغربي والجزائري حول أصل وجبة الكسكس، ها هي الخلافات اليوم حول أصل الحايك، هل هو جزائري أم مغربي؟ وظهرت الإعلامية الجزائرية خديجة بن جنة مرتدية الحايك في إشارة منها إلى أصله الجزائري، وتفاعل الجمهور مع الصورة والمقاطع التي ظهرت بها بن جنة وسط حشد من طلبة معهد الدوحة متزينة بالحايك وبإطلالة خطفت الأنظار. لكن تلك الصورة زادت من حدة الخلاف، إذ تقول المرويات التاريخية إن الحايك اعتادت النساء في الجزائر ارتداءه في المناطق الصحراوية الجافة وشديدة الرياح، والنساء المناضلات خلال الثورة على الاحتلال الفرنسي يثبت أنه جزائري الأصل والمنشأ. أما المغاربة فيقولون إن القواسم المشتركة للشعبين تنفي صلتها بدولة بعينها.